التسويق الإلكتروني والتي يعتمد عليها الكثير في شراء بضائع من هناك أتاحت الشحن إلى دولة فلسطين. ما أهمية هذا الموضوع وكيف يمكن أن ينعكس على التجارة، وما أهميته لفلسطين وكيف يمكن تعزيز هذا الموضوع؟ أسئلة عديدة نبحثها مع مسؤول علاقات دولية في البريد الفلسطيني السيد عماد الطميزي. صباح الخير. صباح الخير لك ولجميع مستمعي راديو المؤشر. أهلا وسهلا. أسعد الله أوقاتكم. مبارك هذا الإنجاز ويعني هذه الجهود فعلا الجبارة التي تقومون بها. نريد أن نعلم ما الذي سيتغير الآن. كان الأشخاص يعني يشترون عبر هذه الشركة علي بابا، لكن ما كان يوجد فلسطين. فعلا أمس يعني تصفحنا الموقع وكان هناك دولة فلسطين وكان شعور جميل الصراحة. حدثنا عن الأهمية السياسية، أهمية الاقتصادية كذلك. بالتأكيد هذا يعني شعور جميل، وهذا يعود الفضل فيه لكل مواطن فلسطيني قاطع هذا الموقع لحين أن التزم بما يرغب الشعب الفلسطيني. سبق وأن تحدثنا عبر إذاعتكم الكريمة في شهر سابق أو قبل عدة أشهر حول الترميز البريدي وأهميته اقتصاديا ومعنويا وسياسيا حتى لترسيخ المواطن الفلسطيني وتثبيته على أرضه وتثبيت اسم فلسطين في المنصات الدولية، وهذا جزء من العمل الذي نقوم فيه دائما. موقع الإكسبريس الآن يجعل أو جعل نوع من العدالة بين الشحن إلى فلسطين وإلى إسرائيل، ليكون هناك شحن مجاني إلى فلسطين عبر تشاينا بوست، وهو شريكنا الاستراتيجي أو اللي هو منطوي تحت المنظمة الدولية المعروفة باسم اتحاد البريد العالمي. هذا المشغل تشاينا بوست عهد بنقل البريد أو المبيعات من علي إكسبريس إلى فلسطين، وبالفعل علي إكسبريس قام بعمل تكامل في نظامه وفتح خيارات شحن إلى فلسطين عبر تشاينا بوست. هذا فعلا هذا إنجاز نتطلع إلى تحقيق مزيد منه، وهناك تطورات هائلة في البريد الفلسطيني نقوم بها يوميا من أجل ترسيخ فلسطين وإيجادها على الخارطة الدولية كوجهة لشحن البريد. وهناك عدة طرق لشحن البريد إلى فلسطين، قد يكون على مطار الليد أو على مطار عمان الدولي، وفي النهاية يكون هناك تنسيقات يومية لإدخال البريد إلى فلسطين بشكل مستمر وبما يضمن جودة خدمة وتوزيع حسب الوقت والزمن المعلن قبلنا للاتحاد البريد العالمي. نريد أن نعلم أيضا فيما يتعلق بالنقل عبر تشاينا بوست، يعني هل التكلفة ستكون قليلة؟ كذلك هل هناك تتبع مثلا؟ بالتأكيد تشاينا بوست أتاح لي علي إكسبريس خيارين شحن إلى فلسطين، هما أوردينري ميل اللي هو البريد العادي اللي هو أنتراك ميل الذي لا يكون لديه أي تتبع، وهذا البريد سيكون شحن فيه مجاني بطبيعة الحال، وريجسترد ميل واللي هو نوع المسجل واللي هو تراك راح يكون فيه عليه تتبع، ولهذا بيكلف إيجاد برامج وتكاملية بيننا وبينهم وتبادل بيانات عند الشحن. وهناك خيار ثالث لا ننصح المواطن بتوجهه له، وهو شحن عبر فيديكس وهي شركة أمريكية. الشحن فيها عالي جدا، إذا لاحظت هناك ثلاث خيارات على إكسبريس معطيهم للمواطن الفلسطيني. على فيديكس هي شركة كثير الشحن فيها غير عادل وأسعاره عالي جدا، الأفضل الشحن بالبريد الاعتيادي اللي هو المشغلين المنطويين تحت إطار اليو بيو مثل تشاينا بوست، أسعارهم معقولة وفي متناول جميع المواطنين وتخدم الفئات المهمشة والفقيرة بالعادة لأنها خدمات عمومية. ما يجب قوله للمواطن هي نصائح بأنه مش كل البائعين تم تعديل عندهم، لكن كل البائعين أبلغوا بأن هناك خيارات شحن إلى فلسطين متعددة منها تشاينا بوست، ومش كل ليس جميع المنتجات الموجودة في علي إكسبريس هي يعني منتجات مرغوبة للمواطن الفلسطيني، وبالتالي يمكن البحث عن خيارات أكثر ومواقع أخرى، ويمكن تصفح الموقع أكثر ومعرفة جودة هذه البضائع ومخاطبة البائع إذا لازم الأمر، لأنه هاي قضية بين البائع والمشتري، التفاوض على السعر والتفاوض على الشحن والتفاوض على الجودة والإرجاع والحماية. ما هي الخطوة الثانية الآن؟ يعني هل مثلا سنكمل في موضوع أنه كافة البائعين يتاح لديهم هذا الخيار؟ كذلك ماذا بشأن المواقع الأخرى المهمة أيضا في العالم؟ بالتأكيد كما تعلم بأنه احنا بدأنا مع شركة أمازون في شباط 2020 عندما أتاحت الشحن مجاني للمستوطنات وبفلوس للأراضي الفلسطينية، ولاحقا بعد حملة شرسة قام بها نشطاء ضد هذا الموقع
وهذه الشركة عدلت من خياراتها وأصبح هناك شحن عادي للأراضي الفلسطينية، ثم علي إكسبريس، وسنمضي قدما إلى مواقع أخرى ونخاطب جميع مؤسسات العالم. هناك نشرات أيضا صدرت عن الاتحاد البريد العالمي تفيد بأن فلسطين يتطلب رمز بريدي عند الإرسال إليها، أكثر من 4 نشرات، وهناك عشرات قواعد البيانات اللي أدخلت ترميز البريد الفلسطيني لها عبر في الويب سايت العالمية. نتطلع إلى مزيد من التقدم ورفع جودة خدماتنا في البريد الفلسطيني. نحن سنشارك قريبا في 9 شهر، يعني بعد أيام، في المؤتمر الكونغرس العالمي للاتحاد البريد العالمي، وسنلتقي جميع مشغلي البريد في العالم لنشرح لهم وجهة نظرنا وما توصلنا إليه من تطورات وآليات الشحن من هذه الدول إلى فلسطين. اليوم إحنا بنقدر نقول جميع المشغلين البريد في أوروبا وفي الصين ودول وجميع المشغلين البريد في الدول العربية يرسلون بعثهم البريدية إلى وجهة فلسطين ويعتمدون رمزا بريديا فلسطينيا. هناك بعض المشغلين بحاجة للحديث معهم، يجب أن نتخطى هذه العقبات إن شاء الله. إن شاء الله. أخيرا أريد أن أسأل فيما يتعلق في العنوانة، يعني عندما نريد أن نأتي بشيء إلى فلسطين نشتريه من الخارج، هل العنوان ذاته، هل يجب الانتباه إلى مواضيع معينة؟ نعم، بالتأكيد يجب التدقيق جيدا بأن العنوان يجب أن يكون فلسطين. لا نختلف إذا كتبت أراضي فلسطينية أو دولة فلسطين أو فلسطين وحدها، هذا يجب أن يشير إلى فلسطين. يجب أن يترتب العنوان حسب نموذج العنوان الذي نشر على مواقعنا سابقا ومنشور على موقع الاتحاد البريد العالمي، لأنه نموذج العنوان الخاص بفلسطين يترتب من الأصغر إلى الأكبر، يعني الاسم الشخصي ثم الحي ثم المدينة أو البلدة ثم المحافظة اللوكالتي والرمز البريدي على يمينها ثم الدولة فلسطين. هذا ترتيب العنوان في فلسطين، ونشر في هذا الموضوع نشرات كثيرة من وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، كذلك نشر عبر الموقع الاتحاد البريدي العالمي واعتمد عالميا، اللي هو نموذج العنوان الخاص بفلسطين أو ما يسمى بأس 42 ستاندرد 42، المعيار 42 الخاص بالعنوان عالميا. يجب الانتباه جيدا بأنه يجب أن يكون عنوان فلسطين، ويجب أن يكون هناك رمز بريدي يبدأ بحرف البي من فلسطين. مهم. نشكرك جدا مسؤول العلاقات العام الدولية في البلد الفلسطيني أستاذ عماد أطميزي، ومبارك هذا الإنجاز لفلسطين. شكرا لكم. شكرا لك. حياتنا كل ما فيها مؤشرات، مؤشر حركة القلب، مؤشر الساعة، ومؤشر الرياضة، وغيرها من المؤشرات. نحن نجمع لك أسلوب حياتك